السلام عليكم، عليكم السلام. كيف الحال يا رابح؟ الحمد لله. أنا عندي ملاحظة بسيطة. طيب ممكن نتعرف عليك ولا خايف؟ لا، ما يحتاج تعرف علي، عاد بالجوف ومن سكاك. ليه ليه أنا ليه بقول انت لك حاجة، ما انت مواطن سعودي؟ انت ما انت العراقي مواطن سعودي، ليش والسوري تخاف؟ ليش انا والجزائري بعرف ليش تخافون والتونسي انتم؟ ليش تخافون؟ ما لهم ليش علاقة. تهزئون؟ اسمعني يا ابن حلال، اسمعني، لا تعصب. انت لا ما انت ما معول لهم الامر، انت علاقة ما انت بالشأن معول الامر. الداخلي، ما لهم علاقة فينا. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت أقول لك الجعر اللي أنت تاكل ذا ما يحدر عليك يا الكلب النباح. ادعوا لي، ادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي أتهنى بالطعام اللي أتناوله، ادعوا لي بالله. بسم الله. واحد اسمه العريف، واحد اسمه ألف. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا قد رابح؟ طيب، حياك الله. دامك فاضي كذا، ايش رايك تجي تلحس زي؟ شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ ممكن نتعرف عليك؟ شو اسمك؟ يا قدر يا كلب، رؤية 2030. ها، رؤية 2030 خلاك توصل للمرحلة هذه يا حيوان. محمد بن سلمان، محمد بن سلمان خلاك للمرحلة هذه. والله عيب عليكم، قسم بالله. جماعة الخير، فضحتونا. هذه رؤية 2030. ها، تفضل تفضل. رؤية 2030، أنا أخشى ما أخشاه أنها تصير ظاهرة. يا رابح، المجتمع السعودي ما أدري وين، عنده قيم. ها، تفضل. هذا واحد رجال، واحد فيه الشيء ذا، يعني رجال نفسه سعودي، واضح لهجته سعودي. يعني تقولوا يا رابح كيف تقول الدعارة منتشرة؟ طيب هذا سعودي ويدور الأمور اللي ما تصلح. وشلون الشيء المخفي يا جهل؟ وشلون؟ وبعدين ما استحى أمام الملأ، يعني هذه مرحلة خطيرة يعني. تربية محمد بن سلمان، هذا اللي نقدر نقول. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا عبد؟ هلا، شو اسمك؟ اسمي جوج. جوج؟ ايه. جوج هذا اسم بنت ولا ولد؟ ايش رايك يعني؟ والله ما ادري، اول مرة اسمع جوج. اعرف جورج، جوج اول مرة اسمع. في جود، بس انت جوج صح؟ وش هو جوج، اسم بنت ولا ولد؟ ايش رايك انت؟ انت عقيد ما تفهم يعني؟ والله ما انا ما اعرف بالشيء هذا، والله ما اعرف. بالذات اسمك انت اول مره يمر علي، ما ادري انت بنت ولا ولد، امانه ما اعرفها. لا لا، بنت. وعقيد بعدين، حتى لو كنت عقيد يعني انا ما اعلم الغيب. تفضل يلا، وش انت؟ انت بنت ولا ولد ولا؟ لا لا، بنت. بنت؟ ايه. ما تدرين في معنى متحولين ولا لا؟ في معنى متحولين بالبث، تدرين ولا لا؟ كيف يعني متحولين؟ متحولين يعني واحد ذكر يصير انثى والانثى تصير ذكر، فالامور ملخبطه. لا تلوميني، حتى لو كنت عقيده الامور ملخبطه يا بنت الحلال. بعدين اسمك جوج اول مره، جوج انا اعرف جود، في جود وفي جورج بالانجليزي، بس جوج ما علينا من الاسم. ما علينا ما علينا. لا لا صحيح، جوج هذا ما اول مره اسمع واحد جوج. خريب جوجو، يعني يدلعونك جوجو؟ انت دلعتك جوجو؟ الله عليك، ما ادري والله، ما ادري انا الى الان ترى عندي شك، ولكن يلا تفضلي. عموما مشاركتك، سواء كنت متحول او كنت ولد او بنت، ابد مسموح لك. تفضلي تفضل. انت ايش موضوعك؟ موضوعي عن حادثة خميس مشيط، تعليق عليها، وش ملاحظتك عليها؟ هل تعيدينها؟ هل انتقدتي رجال الامن لما داهموا الدار للفتيات اليتيمات؟ هذا الموضوع. طيب هذا الموضوع له تقريبا كم سنة يعني يا عقيل؟ ما صار له سنة، ما كمل سنة، عام 2022 ما كمل سنة. لا ما كمل سنة. كمل. ارجع 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 إلى الخبر، ما كمل سنة واحدة ما كمل. لا كمل سنة. ما كمل. ما كمل سنة. واجهت ما كمل سنة. ما كمل سنة. ما كمل سنة. ارجع إلى المعلومات، ما كمل سنة. بس خليك يكمل ولا ما كمل، وش تعليقك على الخبر كخبر يعني كمقطع الفيديو المنتشر هذا؟ تعليقي ان الجهات المختصه واجهت هذا الامر وحاسبت المقصرين والمعتدين. منهم المعتدي بالبنات، منظر البنات لما يسحبن يسحبها رجل الامن كذا ويشدها ويضربها بالقايش العسكري، هذا عندك شيء قانوني؟ انا اقول لك خلاص، هم اخذوا يعني العقوبات واتخذوا ما اخذوا، ما اعلنوا شيء رسمي، ما اعلنوا شيء رسمي، ما اعلنوا شيء رسمي الى الان، قالوا نسوي لجنه الى الان، صار لها سنه السالفه، اقل من سنه ما صدر شيء رسمي. ابي تعليقك على منظر رجال الامن لما ضربوا الفتيات. وش تعليقك عليه؟
تعقيد رابح واجهوا أخذوا جزائهم وحاسبوهم. ما أعلنت الدولة، ما أعلنت أنهم أخذوا جزائهم يا أخت جوج. أعلنت؟ لا والله ما أعلنوا، أعلنت النيابة العامة، قال حنا نحقق في قضية الاعتداء على الممتلكات العامة، هذا اللي أعلنت الدولة عنه. حتى ما قالوا في قضية اعتداء على الفتيات، حسب المنظر الفيديو الموجود أن في رجال أمن يعتدون على الفتيات، لا، قالوا أن الفتيات اعتدن أو اعتدنا على إيش؟ على على الأملاك العامة أو على مرافق الدولة العامة، هذه القضية. يا عقيد رابح، يعني أنت عقيد كيف تنبش هذه المواضيع التافهة اللي خلاص يعني انتهى؟ لا والله يا أخ تشوج ما يتافه، بالعكس أنا رجل أمن، أنا ذو خلفية أمنية، ومن مصر يعني من أهمية أني أنصح رجال الأمن أن يبلغوا من هذا الشيء خطأ حتى ما يتكرر في المستقبل أيضا. يعني الجهات المعنية بتنتظر البث حقك عشان تأخذ استجواباتك وكلامك؟ ممكن ذولا الله طمس على قلوبهم وأعينهم، ممكن يستفيدون، ما ندري، يمكن واحد ضابط مسؤول كذا يستفيد من كلامي، يمكن واحد جندي واحد يستفيد من كلامي، يرد هذا الشيء. طب هو المشكلة انتهت لها سنة تقريبا، أو إنه على قولتك يعني ما كملت سنة يعني وش؟ بس حنا خايفين أنها تتكرر يا أخي جوج. كيف؟ أخاف أنها تتكرر في المستقبل. يعني أنت جالس تتكلم عن السلبيات السعودية أكثر من تتكلم عن. أي أكيد، شلون أجل أطبل؟ مطبلين يا كثرهم عندك يا أخي جوج، كل العالم يطبلون، مطبلين والذباب الإلكتروني والسعودي فوق فوق واللي سابق زمانه، كم واحد يطبل لمحمد بن سلمان؟ خليني أنا أنتقد يا أخي جوج، خلي رابح ينتقد. طيب. طيب أنت راح يعني إيش راح تستفيد يعني طيب؟ أستفيد أوعي الناس. أوعي الناس وأقولهم وأنصحهم وأحذر رجال الأمن حتى ما يظلمون الناس، هذه أكبر فائدة في مصلحة البلد. طيب هذا يسمى زرع فتنة صح؟ وش الفتنة؟ أنك تصبر على الظلم، الفتنة أنك ترى على الظلم. يا أخي جوج الفتنة وش هي؟ الفتنة إيش؟ الفتنة أن نرضى بالظلم يا أخي جوج، هذه الفتنة نرضى بالظلم. إذا رضينا بالظلم هذا اللي يغرق السفينة، هذا اللي يسبب غرق السفينة، أما إذا دفعنا الظلم بالنصيحة والدفع هذا والكلام لعل الناس تنتبه يعني وتصحح الوضع. الفتنة أشد من القتل، حلو؟ تدرين وش الفتنة؟ الفتنة الشرك، ترى تفسيرها الشرك بالآية. كيف؟ التفسير القرآني لو تقرين التفسير، الفتنة الشرك، يعني الشرك أشد من القتل بالآية. مش الفتنة اللي ببالك، وحتى اللي ببالك حتى الفتنة العادية ترى ما قصر محمد بن سلمان سواها، هذا وفتن الناس بدينهم وحارب الناس حتى خليك مني أنا منشق يا رجل. كثير الآن من البنات طلعن برا والرجال والشباب بالذات من استلم محمد بن سلمان، من استلم الملك سلمان زين حجة الناس الآن، حتى إحصائيات اللجوء بكندا زادت، بأوروبا زادت، ليش؟ في مشكلة. طيب في مشكلة، طيب يعني الناس هذول اللي كلهم طلعوا انت تشوفهم الحين عايشين بأمن وأمان وخير؟ والله أحسن من السعودية، أنا ما أقول لك أنهم الحين بالسعودية قبل كيف حياتهم. والله كيف يا أستاذ عزيز شوفي، أنا أكون صريح معك، أنا أكلمك عن نفسي عن نفسي، أنا صحيح كنت بالسعودية عايش بوضع مالي أفضل، أنا أعترف، ولكن أنا على الأقل مرتاح، يعني ضميري مرتاح الحمد لله، حتى لو تعشيت مسكون. يا عقيد انت كيف ضميرك مرتاح وانت خائف وانت ترقب كل حاجه؟ شلون حتى طبيعي الواحد يخاف، حتى موسى عليه السلام خاف. ضميري يعني 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 متصالح مع نفسي يا اختي، جبت خلفيه بيضه يعني. ال 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 الضمير غير الخوف، ممكن واحد يخاف من عدو يخاف، ولكن انا متصالح مع نفسي، يعني راضي داخليا عن نفسي حتى لو تعرضت للاعتداء او اني اخاف من احد يعتدي علي، هذا الفرق. يعني انت خايف، ما في امان في المكان اللي انت موجود فيه، يعني الدولة اللي انت فيها الان ما فيها امان. لا فيها امان، فيها امان، ولكن والانسان يعني يحتاط في كل الحالات. يعني الحكومة السعودية، انت قريتي الخبر في الجارديان ولا لا؟ يعني انت مسوي شيء غلط، خايف مسوي لا لا غلط. قريت الخبر في الجارديان ولا لا؟ حارضين علي 250 الف دولار ليقتلني هنا بلندن، ربع مليون دولار، شلون ما تبيني اخاف؟ الديوان الملكي عارض 250 ألف دولار القتل هنا بلندن، الشرطة البريطانية هي اللي حذرتني. ها كيف ما تبيني أخاف؟
طيب خاشقجي اذبحوه، يعني ذبحوه، هو اصلا ما سوى، ما سوى زي خاشقجي. كان خاشقجي كان رجل هادئ وقطعوه بالمنشار. خاشقجي مش لو ما تبني خاف، طيب هذا نشر خاشقجي بالمنشار. طب انت اديت القسم يا عقيد. القسم، القسم يكون مخلص لله اول شيء. انت اشيت اسرار الدوله، فطبيعي انك تاخذ جزائك. شلون؟ لا لا، ما اسرار، الاسرار هذا بالعكس، من من اخلاصي للوطن ولله عز وجل اني يقول للظالم انت ظالم زين، واعري الظلم، هذا بالعكس، هذا من اخلاصي للوطن. بعدين انا القسم اقسمت اني اكون مخلص لله، ومحمد بن سلمان خان الله، فانا تركت البلد لان محمد سلمان خان الله عز وجل. لا لا لا، ما خان الله، كيف عطني دليلك؟ ايش دليلك؟ هذا وهذا، اسرائيل والصهاينه، ما تشوفون علاقاته مع الصهاينه؟ ما تشوفون الحرب على الاسلام في الداخل؟ المراده اللي حصلت موسم الرياض، التبديل، محاصره قطر، هذه هذه ترى هذه خلاف شرع الله. تدرين اخواننا المسلمين في قطر يحاصرهم برمضان، برمضان هذا الرجال يخاف الله. حرب اليمن، قتل الاطفال وقصف المدارس وصلاة الأفراح في اليمن وقتل المسلمين، وحتى الشعب، الشعب حارب الشعب السعودي بالاقتصاد وحارب فكريا وخرع بالجمس الأسود، كل هذا الظلم، وتقولين طبق شرع الله؟ هذا هذا شرع إبليس مو شرع الله. الحمد لله والله العظيم عايشين أحسن عيش. يا أختي يعني. يا أختي أنت تكلمي، أنت ممكن مستفيدة من النظام كونك موظفة. شوف المقاطع الحريم اللي يشتغلن اكثر شغلات كاشرات، ولي مقاطع انت ما تشايفه السعوديين ايش بدون. صلي على النبي يا عقب رابح، انا بتكلم بكل احترام معك وبكل عقلانيه، انا كنت كنت شغاله كاشير. حلو، طيب بالعكس انا جالسه يعني اللي تشتغل كاشير، اللي تبيع شاهي جمر على قولتك، اللي تغسل سيارات، انا اشتغل في بلدي مو غير. مو غير يا اخي جوج، احنا دولة غنية، الله يرضى عليك يا اخي جوج، احنا دولة غنية، احنا ما احنا دولة تقول الفقيرة. حتى انا معك، انا اشتغل ابيع شاي جمر، انا الان انا في بريطانيا مثلا، لو ما علي خوف الان، لو ما علي خوف والله اشتغل اي شغلة. انا العقيد راب ما عندي مش. ليش؟ لان انا محتاج، ما عندي فلوس، وش اسوي؟ اشتغل اي شغلة لاني انا محتاج. اشتغل بمطعم عادي صح، ما في مشكلة، ولكن اذا انا غني مثلا. طيب او ابوي غني السعوديه واشتغل كاشير. لا لا، انا قاعد اضرب لك المثال، انا قاعد اضرب لك مثال، حتى اللي بالسعوديه، اللي بالسعوديه المثال ينطبق عليهم يا اختي، المثال اللي قلته انا ينطبق بالسعوديه. حنا لو كنا دوله ايش، دوله فقيره، قلنا للناس يلا يا ناس اشتغلوا اي شغله. طبعا المضطر يشتغل وش يسوي، ولكن انا الوم دولته، يعني انا ما اقول للناس لا تبيعوا جبر بالمنشاي جمر، بالعكس انا اقول بيعوا عادي، ولكن بنفس الوقت انا انتقد، انا انتقد بنفس الوقت، ما انتقد الشخص بذاته، انا انتقد كيف وصلنا للمرحله هذه، ان دوله غنيه تسمح على بحر من النفط تخلي الشعب شغال بكاشير ونص سكيورتي والثاني يبيع شاي جمر. ترى الناس شغالين ومطلعين ذهب وخير يا عقيد رابح، الاجانب من شاي الجمر مطلعين ذهب. اي والله العظيم مطلعين ذهب وفاتحين محلات. طيب يعني ما شاء الله عليهم. ابد لا، حقين المحلات سكروا، حتى التجار صغار يا اختي، يا اختي يا اختي جوج، حقين الاستثمارات الصغيره والتجارات الصغيره، والله العظيم حتى انا سافرت بسيارتي عده مناطق، وحتى في سواء داخل عرعر او في الرياض، كثير من اصحاب المشاريع الصغيره قفل البقالات، المخابز. زين ليش؟ انا اقول لك السبب، انا اقول لك السبب، وانا والله مطلع، لان محمد بن سلمان فرض عليهم ضرائب ورسوم وغرامات، فاقول يا ولد انا ما ادري ايش الحق، الحق على الغرامات ولا اعطي العامل فلوس، ما الحق، تدري ابغى اقفل البزنس. فمحمد بن سلمان حتى اصحاب التجارات الصغيره هذول، البزنس الصغير، حارب محمد سلمان. وين الناس طلعت ملايين؟ التجار الاولين طلعوا ملايين ايام عبد الله، ايام عبد الله جاء محمد بن سلمان وصدرها. يا عقيد، المنشآت الصغيره تدعمها الحكومه بتمويلات. والله غرامات يا اخي، والله بعيني هذه، بعيني محل، اقول لك محطات بنزين سكرت، سكرت لان الدوله الان ايش سوت؟ محمد بن سلمان سوى شركات حكوميه، قالوا تدري احنا نبي نمسك محطات البنزين، وذلك انتشرت الان بالمناسبه، حتى محطات البنزين اللي تتبع للدوله الان انتشرت وراح تنتشر اكثر، وكذلك السوبر ماركت، وكذلك يعني كثير من النشاطات الدوله ايش قاعده تسوي؟ تسلمها شركة حكومية، طبعا ما تقولها هي حكومية،
على طريقة شركة الكهرباء. لا، شركة الكهرباء وش يقول؟ والله هذه شركة خاصة، احنا ندري شركة الكهرباء حكومية حتى لو قالوا خاصة. فالآن على غرار شركة الكهرباء كثير من سواء محطات البنزين أو السوبر ماركت أو غيره، زين، في إطار في المستقبل راح تتحول شركات خاصة تتبع الحكومة. ولهذا السبب محمد بن سلمان حارب المواطنين وفرض على أصحاب المشاريع الصغيرة غرامات كثيرة، غرامات. هذا شيء واضح، هذا ضريبة وهذه غرامة وهذه كذا وهذه كذا، واشتراطات صحية واشتراطات دفاع مدني. أنا بالمناسبة أنا عادي، بالعكس أنا رجل قانون، أنا أحب وسائل السلامة والاشتراطات، ولكن المشكلة يخلي الرسوم غالية. يعني أنت يا أخي حط لك رسوم يعني رمزية، ما قلنا شيء، يلا زين والتنظيم كويس، المشكلة يضرب ضرب بالرسوم والغرامات العالية فالناس تسكر. أنا أتكلم عن المشاريع الصغيرة اللي تتكلم عنها أنت، اللي ماخذها يعني استهزاء كاشير ولا شاهي جمر، أنت قاعد تستهزئ كذا في هذه ما هي مشاريع صغيرة، هذه مهن صغيرة. تقصدين يعني مهن بسيطة تقصدين يعني؟ ما إيه أنا أقصد أن هذا والله ترى ما فيها عيب. إيه طيب تجلس طيب ما في عيب. طيب أنا سألك سؤال، أنت يا أختي جوجة، الآن أنت الآن لو أبوك عندها 1000 مليون أو مليار خلينا نقول أو 100 مليون وتشتغلين بالكاشير، وش حدك تشتغلين بالكاشير وأبوك غني؟ ما تقول يا يبا عطني فلوس. ممكن أنا أكسب خبرة أتعلم. يا خليك من الخبرة، ما لقيت خبرة إلا من الكاشير، ليش ما تشتغل؟ أيوة حسابات، والله تقرين كتاب يا أختي. حسابات يا أختي العزيزة، يا أختي العزيزة، أنا أتكلم عن الآن شخصية. ليش ما تدرسين دكتوراه في كلية البزنس في أعظم الجامعات العالمية؟ أنت الآن تروحين شغالة بكاشير تكسبين خبرة. يا أختي جوج بالله بالعقل، وش حدك؟ طيب واللي يبيع شاي جمر بعد يكسب خبرة بعد، وش يستفيد اللي يبيع شاي جمر؟ يكسب خبرة، مواجهة الناس، كيف يتعامل مع الناس. طيب يواجه الناس بطرق ثانية، يواجه الناس بطريقة ثانية، يعد يطور نفسه ذاتيا، يطور نفسه اداريا، في تطوير الذات. اما يروح يبيع شاي جمر حتى يطور يا اختي بالله، يا يعني يمكن هذا الشخص غير مؤهل يعني للوظائف اللي انت تذكرها، يمكن شخص مؤهل يعني مؤهلات. طيب المشكله ايش؟ المشكله انها صارت ظاهره. المشكله ايش؟ كثر اللي يبيعون جمر، شاي جمر اقصد، عرفتي؟ لو كانوا واحد ولا اثنين قلنا يلا، اما نص الشعب سمى سكيورتي او كاشير او يعيش اي جبر، هنا هذا الاشكال. اما من ناحيه اختي الفائده، يا اختي انت لا لو تقرين ببيتك، تقرين كتاب زين، وتشوفين تتعاملين مع الناس بغير المكان هذا الكاشير، والله تستفيدين، عندك دورات تطوير الذات، تقدرين تستفيدين من وقتك بطرق مختلفه. لازم تشتغلين كاشير وتبيعين شاي جمر حتى تطورين نفسك؟ انا حقيقه لا اتفق معك. لا انا اتكلم عن المشاريع، لا لا لا. انا انسانه دوله غنيه يا عقيد، انا انسانه، انا ما عندي بزنس، يعني الدوله ما قصرت، الاجانب يا عقيد يدفعون الالاف عشان يجون يشتغلون عندك في السعوديه، يبكون والله يبكون، يبغون يشتغلون عندك في السعوديه. يا اختي انا شوفي احنا ما تخليك من الاجانب، احنا الان نتكلم عن المواطنين، يعني الاجنبي يجي يطلع ذهب، كيف يطلع ذهب؟ خليك من الاجانب، خليك، احنا نتكلم عن المواطنين، احنا بنركز على المواطنين. مع ان حتى الاجنبي ترى في 1000 جواب وجواب لسؤالك. المواطنين احنا نشوف في مواطنين يشحذون على السوشيال ميديا، هذا تذكرين اللي قبل كم سنه الشغال السكيورتي اللي سرقوا سيكله وقام يبكي والناس قامت تبرع له. يعني تخيل سعودي يبكي علشان سيكل، سعودي سكيورتي، يعني بالله مسكين، يعني ما عنده حتى سيارة، انسرق سيكله من الأمن والأمان اللي عندنا، ها هذا نموذج سرقوا سيكله وكل، وانت عارف القضية هذه وانتشرت زين، وتبرعوا لها سعوديين بأكبر من السيكل، عرفتي؟ واللي يطلب يقول أبغى تسديد فواتير الماء وفواتير الكهرب، واللي انهدم بيته، في كل الدول. لا لا، بس احنا دولة غنية. لا 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 لا، قطر. طيب قطر ما عمري شفت قطر واحد يشحذ. لا، أنا رحت القطر، أنا رحت القطر، لا يوجد، ما عمري شفت قطرية تشحد عند إشارات المرور، ما ولا قطرية، ولا عمري شفت واحد قطري يبيع شاي جمر، ولا عمري شفت قطري يشتغل سكيورتي، بس حنا اللي بسعودية. في انت لا لا في، بس أنت الظاهر ما لك يعني ما سافرت كثير. لا لا في، عموما أنا أختلف معك بالرأي، أشكرك يا أختي جوج، شكرا لك، مع السلامة، أختلف معك بالرأي. جماعة الخير، اسم جوج أنا ما مر علي. مر عليكم اسم جوج؟ ادري يمكن رؤية 2030 تطورت حتى الاسماء، ما ندري. لا رديت على
على الأخت شاي جمر وخبرة. جمعت خير يضحك عبا خبرة خبرة ها. الله يستر بس يا أختي جوج، والله لو يسمعك محمد سلمان ممكن يخليك وزيرة العمل. أخت جوج والله أنا أخشى ما أخشاه، محمد سلمان يمكن معانا بلبث يقول ابحثوا عن جوج هذه خلوه. الناس الآن تأكل بعضها من الزبائن، وانت تقولين والله يطلعون ذهب اللي يبيعوا شاي جمر، وش يطلعون ذهب يا بنت الحلال؟ شاي كم يبيع كوب شاي باليوم؟ كلام غير منطقي يا جماعة الخير. قبل ما توجه لي أسئلة أبغاك تعلق على حادثة خميس مشيط اللي صار لها أقل من سنة، ومنظر رجال الأمن هم يضربون البنات، وش تعليقك على الموضوع ذا؟ الموضوع هذا يخص الشرطة، يخص أنا ما يخصني، لكن أنا شلون؟ لا يخصك أنت، ما أنت مواطن، شلون أنت ما أنت سعودي؟ أنت أنا مواطن، لكن اللي شفته ليه يخصك؟ ليه يخصك؟ شلون يخصك أنت مواطن؟ تبغى أيوه. أنت ما يهمك المواطنين، ما يهمك يعني أفراد شعب، أنت جزء من الشعب يعني، تغار على يفترض تغار على. أنا يهمني لكن أبي منظر رجال الأمن هم يضربون يعني... البنات، ابغى منظر رجال الامن هم يضربون البنات. رجال الامن هم يعني سووا واجبهم، واجبهم يضربون البنات، تعبوا على رجال. لا يا اخي إيه؟ يعني يضربون البنات حق ضربت البنات حق يعطيك العافيه، تعدوا على الامن وخربوا طبيعه النظام عندنا، وخاصة صغيرات صغيرات يا ابن حلال. المقطع الفيديو صغيرات حتى لسانهم صغيرات، يسحبون كذا سحب من شعورنا يا واضح. الله يعطيك العافية، لو انك موجود وشفت انت البنات كان يمكن اقول هذاك يمكن تصير اعبر من كذا. لا انا لو اني موجود، لو اني موجود باذن الله تلقاني الغيت المهمة كلها وقلت لهم هذا هذا اجراء غير سليم زين، كلمت اسمعني لو اني موجود كلمت امير المنطقه قلت له يا طول العمر في حل افضل من الحل هذا وتعدلت المهمه لو اني انا موجود. سمي ماني موجود عليك. صارت المهزله هذه. يا سلام عليك رابح، الله يعطيك العافيه. مسكوهم دولا عندك، مسكوهم انت ما انتم عارفين من مسكوا مدير الشرطه البناوي. انا شايف المكتبه مدير الشرطه مسكوه مدير الشرطه. هلا شو تسوون انتم؟ هربتوا ها؟ ترى هو اللي طلع، ما طلعت انا، ما طلع، هم طلعوا، والله هم طلعوا قسم بالله لاني موجود. في مصايب اكبر من هذه، الحمد لله تعاملنا معها وتعاملت معها بايجابيه، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الله العقيد رابح، ان شاء الله امورك طيبه. الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. طبعا حادثة خميس مشيط من الأشياء اللي الإنسان بيبكي للحال اللي وصلت له بلاد الحرمين، بس أنا مش داخل أعقب عليها، إن شاء الله بيجي يوم وبنشوف الجناء واللي افتروا بسلطانهم الظالم على هذول الفتيات اليتيمات. أنا تعقيب اليوم على مقالة. شفت مقطع الفيديو؟ شفته طبعا أنا. شفت اقسم بالله الصهاينة عنا في فلسطين استحوا يعملوا. اي أيوة والله صحيح. والله استحوا يعملوا الصهاينة ما يسوون. صحيح نعم احسنت. والله انا تعقيب على مقالة اليوم قرأتها في الول ستريت جورنال لفريدمان وهو مقرب من الرئيس الامريكي. كانت المقالة بخصوص تطبيع السعودية مع اسرائيل. انا قارئ للتاريخ كويس. عندما يصل الظلم للجور فاعلم بأن نهاية الظالم قد اقتربت. شوف أي إنسان بصل للمرحلة اللي وصل لها محمد بن سلمان كويس بهذا الفجور في محاربة دين الله عز وجل في بلاد مهبط الوحي والرسالة المحمدية ويصل لمرحلة دول الكفر علنا بالطريقة هذه كويس، يعني كان قبل علاقات سرية من تحت الباطن وتمويلات واوا إلى آخره، بس اللي لفت نظر اليوم انه في المقالة من شروطها دعم سخي. عارف ايش يعني دعم سخي؟ للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، للأجهزة الأمنية اللي بين قوسين فلسطينية، طبعا احنا لا نعتبرها لذلك، نعتبرها وكيل أمني للاحتلال. ايوه بالضبط. انت متخيل قديش رصدين مليارات الدولارات
وبسوقوها على الشعب بلاد الحرمين للأسف إنها دعم للقضية الفلسطينية، وهي في الأساس هي لتثبيت دولة الصهاينة اللي اليوم بتعاني أمنيا من مناطق الضفة الغربية في حالة المقاومة المتصاعدة داخلها. كل أسف إنه وصلنا لأنه يطبلوا لهيك نظام بقتل إخوانهم المسلمين وبمولهم في أموالهم اللي هم مش قادرين يوفروا فيها احتياجاتهم الأساسية، وبعانوا من الفقر والبطالة والظلم كويس وطمس الحريات، حتى إنه الشخص فيهم لا يستطيع يعطي رأيه بينه وبين أهل بيته خوفا. يعني أنا من أحد الفيديوهات اللي شفتها إنه أخ بلغ على أخوه مثلا إنه ضد الدولة أو عنده آراء ضد الدولة، فنسأل الله العفو والعافية للحالة اللي وصلت له الناس من الخوف. بس أنا حابة أوصل رسالة للناس اللي يعني مغيبة في الكومنت. لأن الحقيقة هذا الأمر أنا لاحظه، يعني محمد بن سلمان طبعا هو متناقض، عندنا هاشتاقات يقول فلسطين ليست قضيتي، وبنفس الوقت شوف التناقض اللي عندنا. طبعا الهاشتاق هذا من الديوان الملكي السعودي يقول فلسطين ليست قضيتي، عرفت؟ بنفس الوقت شوف التناقض، عندما يسألون كذا هل أنتم تدعمون يقول نعم ندعم فلسطين وكذا ودعمنا. يعني أنت أخي فلسطيني وأنت أعرف بالشؤون الفلسطينية، يعني كل الدعم الذي توجهه السعودية هو دعم لحكومة محمود عباس العميل الصهيوني، يعني بين قوسين، عرفت؟ أكيد طبعا ويستفيد منها عن طريق التنسيق الأمني الذي تستفيد منه إسرائيل نفسها. إذا محمد بن سلمان دعمه الموجه حقيقة هو دعم لإسرائيل وليس لفلسطين. طبعا طبعا، بعدين محمد بن سلمان على عهده صار في مقر او ممثل لحزب الليكود الاسرائيلي اللي عارف للاسف اللي بطبلوا لهم ما بيشوفوا شعارات اليهود ايش بقول، ما بيقول الموت للفلسطيني ولا للسعودي ولا للاماراتي. هذول ناس، هذول مشكلتهم عقيده الاسلام، الموت للعرب، الموت للمسلمين. تعين اللي بكتب في الكومنت القضيه مش قضيتي، لا انت لما تقول هيك يا حبيبي افهم شغله، انت كانك بتقول الاسلام ليس ديني، لانه هذه قضيه اسلاميه بحت ليست قضيه وطنيه. افهموا لهي النقطه الناس المغيبه اللي مأجر عقولها لتعصبات جغرافيه او وطنيه او الى اخره. عند الله ستسال عندما تعمم فكر على ابنائك وعلى اجيالك. هذه القدس اللي اليوم بحاول اصور لك اياها انه في الطائف، صلاح الدين لما اجى حرر بيت المقدس حرره في فلسطين، اقرأوا التاريخ. سيدنا عمر لما كتب العهد العمريه لسكان فلسطين اللي كانوا بعتنق المسيحيه واللي لليوم نحن نحافظ عليها كويس، ونحافظ على العلاقه الوديه معاهم، ومن كثر الود اللي بيننا هم مقدرين العدل اللي عاشوه بيننا كمسلمين، لليوم يعتبرون لا يقبلون ان يحملوا الجنسيه الاسرائيليه ويعتبرون انفسهم فلسطينيين واخوه لاخوانهم المسلمين، وتفتح كنائسهم للمصلين الفلسطينيين في الحروب. تخيل انه اللي مش من دينه كويس بيعمل معاك هيك، فانت قاعد اليوم بتروج كذباب الكتروني مقابل مادي في دنيا فانيه كويس، بتروج لافكار وبتغرز معتقدات في داخل الناس وبتنزعهم من عقائدهم. عند الله لن ينفعك لا محمد بن سلمان ولا سلمان ولا العقيد ولا انا، حينفعك ما ستقدمه امام الله عز وجل الا ان تنصر بيديك على اخوك المسلم. لازم توعوا لهي الشغله، لا تنجروا وراء تعصبات حزبيه او مناطقيه. كلنا في النهايه سيدنا محمد اتى برساله الاسلام التي لا يقبل فيها المسلم الا عزيزا. سيدنا عمر قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ما قال لا اعزنا بحكم ال فلان ولا بحكم فلان وبقوه فلان، هي العقيده اذا نزعوها منكم لا فرق بينكم وبين البهائم، عزكم الله. صحيح. شكرا لك، شكرا لك اخي العزيز، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا. مع السلامه. طبعا كلام الاخ صحيح، ترى اي دعم حمد زمان من استلم، ترى ما دعم فلسطين بريال واحد، كل الدعم ترى لاسرائيل عن طريق ايش؟ عن طريق دعم محمود عباس. محمود عباس انتم عارفينه رئيس السلطه الفلسطينيه هذا حق التنسيق الامني والتنسيق الامني، اللي هو اصلا يعني ضد الفلسطينيين انفسهم، يعني تنسيق امني مع اسرائيل ضد الفلسطينيين. فاذا محمد سلمان يعني مو كانه فعلا يدعم اسرائيل،
يعني انت الان تبغى مثلا تدعم فلسطين مثلا، تقول انا والله يعني محمد سلمان مثلا اعلن دعم 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 قضيه فلسطين مثلا، يعني جمع تبرعات، ترى انت الان قاعد تدعم اسرائيل والله العظيم. نفس الألف او الخمسمية او المية او الريال اللي تدفعه للتبرعات هذه، ها، اللي هي دعم فلسطين عن طريق الدولة السعودية عن طريق محمد سلمان، ترى فلوسك تروح لنتنياهو. مش رايك تروح لنتنياهو يعني عمليا، والفائدة الفائدة لإسرائيل. يعني ما راح تبني مستشفى في فلسطين، ولا راح تبني مدرسة، ولا راح تساعد فلسطينيين يعني تمدهم بالطعام مثلا أو بالدواء، لا لا لا. أنت الآن الأموال التي تعطى، ها، التي تعطيها للمؤسسة الخيرية هذه، مركز الأمير سلمان للإغاثة، ما نعرف إيش، كل شيء مطلع لنا اسم أو إحسان أو غيره، المبلغ اللي تعطيه ما دام أنك تعطيه الجهة حكومية سعودية رسمية، تراه رايح لإسرائيل وليس ذاهبا هذا المبلغ إلى الفلسطينيين. بس كلامي واضح، وحنا نعرف يعني الشيء هذا وطبيعة العلاقات. يعني أصلا حتى نتنياهو من دعمه بالانتخابات، ترى دعمه محمد بن سلمان وأبوه نتنياهو نفسه. تخيلوا من فلوس الميزانية السعودية ادعمه نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. فإذن ربعنا ترى صهاينة، يعني صهاينة. والأخ حقيقة يوم قال لي يعني على رجال الأمن اللي داهموا مقر دار الفتيات أو دار الاجتماعية في خميس مشيط، لما قال الصهاينة، فعلا المنظر اللي هذا ترى ما سوى حتى الصهاينة ما سوى. أنا أشوف الصهاينة مع أطفال، والله ما يتعاملوا مع الأطفال كذا الصهاينة. أنا شفت لي مقاطع إسرائيليين صهاينة، والله العظيم ما يتعاملون مع الأطفال زي كذا، مع أنهم ذولا شوف ذا هم إسرائيليين ذولا فلسطين، ومحمد بن سلمان يعني عيال البلد، ذولا عيال البلد كلهم سعوديين، يجرجر البنت الصغيرة. إذن ربعنا يا رجال الأمن أصبح بعضكم للأسف أشد حتى من الصهاينة. يا رجال الأمن بعضكم صار أشد حتى على الصهاينة، على المسلمين وعلى المستضعفين وعلى المظلومين. فانتبهوا، ما تخجلون بالله، ما تخجلون على أنفسكم تتبعون هذا النظام الظالم. والله في واحد اسمه كائن غريب. بالنسبة السلام عليكم، بالنسبة للفلسطيني اللي قبل شوي قال إن العرب، فالعرب بس دول الخليج واليمن، هذول العرب، الثانيين كنعاني. لا صار عندك عصبية، إن أكرمكم عند الله يتقاكم يا ابن حلال. أنا داري إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ونقول أتقانا عند الله أكرمنا، ولا فرق بين أتقانا الحمد لله، والصحابة انتشروا في الأصقاع وأبد وعرسوا في الخارج. الصحابة أقصد لما راحوا لمصر وراحوا أي نعم، وتزوجوا وعرسوا هناك. ليس عندنا يعني العصبية هذه. دقيقة. وبعدين أنت يعني إيش مشكلتك؟ تبانا نقول الفلسطيني ما هم عرب، يعني تبانا نقول كذا هم مستعربين ما هم بعرب. لا 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 عرب. الشيء الثاني، انا اللي كل شويه يدخل معك، انا اللي بعدين اخوك ركز انا اخوك على الماده، خلك من التفصيلات. هم عرب زينا زيهم، بل هم في كثير من الاحيان عندهم اخلاق افضل من اخلاق بعض السعوديين اللي تفلون اللي يسبون. ولكن اذا عندك انا اللي كل شويه يدخل معك، ذي ثالث مره ادخل معك واقول لك مسجبي يا عقيد رابح، كلها نص ساعه وحنا مخلصين. هذه أخلاقك، هذه تبع رؤية 2030 أنت، صح؟ مش سبي. من علمك؟ موعب عليك يا أخي الكلام هذا، ما تحس إنه مش رايح عقيد رابح، كلها نص ساعة وحنا خالصين. طيب يعني ما تستحب إن بث كذا وتكلم الكلام الوصف ذا؟ شفت يا جماعة غير؟ شفت؟ هذه ذولا هم أخلاق رجال محمد بن سلمان. يعني أول شيء تكلم على الفلسطينيين ومدري وين وكذا، يا رجال والله الفلسطينيين كلهم أشرف منك اللي دخلت، كل الفلسطينيين أشرف منك. شوف قلت لها يا جماعة خير، ترى الآن هذا الذباب، تبون نقول له كفو الذباب، في كفو ولا ما فيه؟ اسمه كان غريب هو، ها، في كفو كان غريب ولا الذباب؟ كني ما شفت كفو كان غريب، ها، واحد يقول كفو كفو هذه عيشتكم، هذه رؤية 2030، مص كذا أو مص كذا،
مردكم والله مردكم محمد يوسف، قسم بالله عيب عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أدري والله والله العظيم يا جماعة الخير، الآن اللي بعضهم يقول يا أخي السعودي شخصية كذا، يخرب بيتك والله السعودي الآن تشوهت سمعته بسبب الذباب واللي يدافعون عن محمد بن سلمان. السعودي الآن يطأطأ رأسه بسبب أخلاق الذباب السعودي ورجالات محمد بن سلمان اللي هو منهم هذا كائن حي أو كائن غريب. بالمناسبة هو كاتب رمزه كائن غريب، طيب ممكن يغير اسمه بالمستقبل، ولكن هو فعلا كائن غريب، كائن غريب. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا ربح؟ حياك الله. الله يحييك. أول شيء والله عندي، عندك تعليق على موضوع مداهمة خميس المشيط؟ لا، أول حاجة أنا عندي تعليق على الرجال اللي تو تكلم عليك، هذا قليل أدب وما يصلح الكلام في العامة زي كذا، هذه واحدة. التعليق عن الحادثة حقت خميس مشيط، أنا ما عندي أي معلومة عنها والله، أنا توني سمعتها منكم، ولكن إذا كان فيه عسكر أنهم مدوا يديهم على النساء فهذا غلط، هذا غلط، ولكن يعتبر شيء شخصي. لا لا لا، ما عسكر أخوك، هم مجموعة من عسكر من قطاعات أمنية مختلفة، مش حالات فردية يعني عسكر كذا تجمع، لا لا، القادة قادة أمنيين خططوا لهذا الأمر وأرسلوا العناصر الأمنية بإشراف مدير شرطة خميس مشيط، فهم ليس مجرد عسكريين عادي، لا، بإشراف الحكومة نفسها، الفعل هذا بإشراف الحكومة، وكان عندهم خطة، والخطة تقول اضربوا البنات اللي داخل المكان هذا وداخل الباب. ما عندي انا اقول لك، اذا ما عندك انا قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لك وشوف المقطع لاخوك منتشر وانا غردت فيه. تفضل. بسالك انت اخ رابح، انت طال عمرك قبل شوي انت قلت انا رجل قانون، انت لست رجل قانون، انت خريج ثانويه ودخلت كليه الملك الامنيه. انا رجل انفاذ قانون، انت ما تعرف رجل انفاذ القانون. انفاذ قانون، انا رجل عسكري، لا، حتى الرجل عسكري، رجل انفاذ قانون، انا درست القانون بالكليه الامنيه، ودرست القانون في الامريكا يا ابن حلال. انا حتى القانون الدولي درستها بالشركه، لا شيء تحسبني قليل انا يعني. انا معي ماجستير يا ابا، درست، انا خريج كليه الشريعه من جامعه ام القرى يا ابن حلال، ترى عارفين القوانين اكثر من محمد بن سلمان اللي ماخذ القانون بالواقع. لا، محمد بن سلمان خريج قانون، اخوك خريج قانون بس ما حضر اختبارات ولا حضر دروس. محمد بن سلمان، محمد بن سلمان ماخذ بالواسطه والله، جاء بالواسطه كذا، ما حضر لا اختبارات ولا حضر واضح علومه ادارتها الفاشله ب 20-30، واضح انه قانون درس، والله ما شاف القانون ولا يعرف القانون. طيب اسمعني يا خرابه، انت انسان درست ثانويه عامه في الخارج ودخلت كليه الملك فهد الامنيه، والجامعه اخذتها عن بعد اذا كنت ماخذ جامعه. شو عن بعد بحلالة؟ أنا دقيقة رابح، خلني أتكلم عنه، أنت عارف بنفسي، أنت عارف بنفسي ولا أنا؟ أنا رابح ولا ما عارفك من أيام القراءة. أنت رجل لا تقول الحقيقة، زين؟ أول شيء أنا ما درست الثانوية بالخارج، فهمني. وتعرف ليش أنا طلعت بالسعودية؟ اسمع، أنت رجل كذاب، تباني أرد عليك، تباني أرد عليك ولا تباني أبو صياح؟ تباني أرد عليك. شوف، أول شيء أنا ما درست بالخارج الثانوية، شفت أنك ما عندك سالفة. أنا درست بعرعر، اسمعني، درست بعرعر. وبعدين رحت للكلية الأمنية ودرست فيها قانون ومواد أمنية، ودرست في جامعة أم القرى فول تايم، حضور فول تايم، اختبرت ورحت وكنت أداوم بدوريات مكة، دوريات العصر المقدسة. اسمعني، وبعد ما درست، أنا شايف رابح، وش شايفني وين؟ حطوك في دوريات عرعر يا ابن الحلال، كنت بعرعر ونقلت المكة بعد، شو فيك انت؟ بعدها مكة، لكن اول ما تعينت في دوريات عرعر صحيح، بس بعدين في مكة، بعدين ودخلت انت وخويك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ايش فيه يا ولد؟ مريض انت، مريض انت ولا ايش قصتك يا ابن الحلال؟ فيك مرض ولا فيك خبل ولا فيك جن ولا لا 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 شوي يا رابح اندرس ما ادري. طيب خليني ارد عليك يا ابن حلال، يا جماعه الخير هذا فعلا عقله مسكر. الان يقول لي يا اخي انت تعينت، طيب انا ماني، انا تعينت بعرعر وبعدين نقلت دوريات العصر المقدسه.
دوريات اسألوا دوريات مكة، روحوا دوريات مكة اسألوا عن الأفراد. أنا اسألوا ضباط أي واحد مكة المكرمة زين موجود، تعرف لك أي واحد ضابط بدوريات مكة أو أي فرد قولوا العقيد رابح هذا المنشق هذا عمره جاكم ذا ولا لا؟ هكلت وشربت وعشت بمكة ودرست بجامعة أم القرى بعد. لا أنت درست لا بشيرك دارسين، أمورنا طيبة، مؤهلاتي أكثر من مؤهلات ولي أمرك هذا. أنا مؤهلاتي أفضل، ها؟ أفضل بمراحل من ولي أمرك هذا اللي تعبده وطب الله زين ولا. وبعدين هذه المقطع غريبة يا أخي، تقول لك ما شفته، يعني أنت رجل لا تقول الحقيقة وتكذب للأسف. أول شيء المقطع أنت شفته زين، ولكن تبي ترقع تقول والله إذا كان في ناس يضربون فإحنا ننكر. لا لا، أنت شفت الضرب وشفت البنات ولكنك تتهرب من الإجابة، تتهرب من الإجابة زين، وخليت الأمر بصياح. أصيح أي واحد يصيح هذا الأمر بصياح؟ ترى كنت يعني ترى نفس اللي قبل شوي اللي قال مص مدرين، تراك نفس الفكرة أنت وياه، بس أنت عندك أسلوب آخر. هو قال الحياة أمر معين، أنت استخدمت قلت الحياة بشغلة ثانية. ترى فكرك نفس فكرة اللي قال مص مدري وشو، ترى فكرك نفسه بالضبط من لا يختلف، فقط عندك أسلوب آخر، أسلوب سب. هو سب بطريقة معينة، أنت سبيت بطريقة مغايرة. وبعدين أنت أعرف مني بنفسي، يعني تقول أنا رجل فاذ قانون صحيح، ودرست حتى القانون الدولي بالشرك، يعني غصب تبون تقللوا الرابح تقللوا من شأنه، يعني سبحان الله. وبعدين ترى على فكرة ترى درست بالمعهد العلمي، ترى المعهد العلمي هذا الثانوية للمعهد العلمي قسم بالله أنا أعتبرها جامعة. أنا أعتبر المعهد العلمي اللي درست فيه والله العظيم إني أفتخر فيه أكثر حتى من الكلية الأمنية تخرج منها. المعهد العلمي في عرار، درست العلوم الشرعية واللغة العربية واستفدت والتاريخ يعني استفدت والله العظيم استفدت، دراستي الثانوية والله العظيم استفدت منها أكثر حتى من الكلية الأمنية، يعني بعض المواد إلى الآن راسخة في عقلي. ليش الاحتقار؟ لا والله درست بالثانوية ما أدري وإذا درست بالثانوية طحم دراسة ثانوية ودخلت. ولكن ترى الصياح هذا ما ينفع، الأمور ترى ما تنفع، الصياح ترى مش كويس. هاد نفسك شوية. طيب ما أدري يا جماعة الخير أخلاقكم رؤية 2030 أعدمتها والله، رؤية 2030 يا جماعة الخير أعدمت أخلاقكم. السلام عليكم. عليكم السلام رابح، كيف حالك؟ أنا ما راح أغلط عليك ولا، بس أنا أتمنى منك شيء واحد، أنك لا دقيقة هذه المشكلة فيك أنك تسكتنا بصوتك العالي. وش رأيك تنقل عن البداية؟ ألو. هلا يا حامد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السؤال عارف السؤال ولا عيد لك؟ حادثة خميس مشيط اللي صار لها أقل من سنة، ايش تعليقك على الفيديو المنتشر ضرب الفتيات عن طريق رجال الأمن؟ متى هذا؟ ايوه معك، متى هذا يا الحبيب؟ أقل من سنة. طيب هذا ما هو موضوع دخولي عندك، أنا أبغى أسولف معك الله يعطيك العافية. لا لا لازم، هذا شرط، إذا ما علقت ما خليك تكمل، لازم تعلق على الموضوع. ليه؟ رجال أمن يضربون بنات. أقول ما أدري يعني لازم أعلق على شيء ما شفته يا أخوي. والله أنك كذاب وقلي الحياة. هلا والله بالعقيد رابح. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ صحتك طيب؟ تعليقك على موضوع ضرب، والله ضرب الفتيات. وش سؤالك؟ في بنات ضربينهم عسكر رجال أمن يتيمات بخميس مشيط، المقطع طبعا منتشر صار له أقل من سنة والناس تنتظر نتائج التحقيق واللجنة، اللجنة اللي كونتها إمارة منطقة عسير. هذا غير صحيح، أنت متى ضربوك أنت؟ أنت متى انجلت؟ خلك مني أنا يا ابن حلال، خلك مني أنا، أبيك تعلق على المقطع. احنا تحت راية محمد المقطع بن سلمان آل سعود، ونعم 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 ذول اللي يدافعون عن محمد بن سلمان. شوف
بالله يا جماعة الخير، شوف شوف، دولة مفلسة يدافعون عنها ناس مفلسين، ناس مفلسين والدولة مفلسة ولي أمرهم مفلس بعد، لا حجة ولا حكمة ولا طريقة طرح سؤال.